ويحق يعني فزده يعني ما النهارده ما انت كنت نجم المباراه يعني عادي اكيد ديانج نجم كبير وقوه هائله لخط وسط الاهلي اكيد الحقيقه لعب بمواصفات خاصه مجهود يمكن واضح للجميع النهارده ربنا يبعد يعني عنك شر الاصابات يا ديانج فعلا بقى واحد من افضل اللعيبه داخل قاره افريقيا لكن النهارده كمان يمكن الفوز ده قرب جدا الاهلي من التاهل لدور ال 16 قبل مباراه العوده اللي هتتلعب في القاهره ان شاء الله الفتره اللي جايه. كمان النهارده يمكن الجهاز الفني بيمنح الفرصه للعديد من اللعيبه يعني احنا عندنا اكرم توفيق، احمد رمضان بيكم، محمود وحيد، احمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر الحقيقه كل اللاعيبه دي كانت متألقة النهاردة وأفتكر كانت عنده حسن ظن الجهاز الفني لأن لعبه في ظروف وفي توقيت صعب إحنا يوم بعد يوم أكيد برضه سقف طموحاتنا بيزيد بيزيد مع الجيل اللي موجود حاليا تحت قيادة موسيماني فمش عايزين ننسى كمان أنه الأهلي نجح أنه يعني يتخطى زي ما أنت قلت كابتن هاني حمى البداية ودي حاجة مهمة جدا دايما يعني انتوا عارفين انه اي بطولة بيكون فيها مفاجآت بس الحمد لله احنا بنتكلم عن بطل النادي الاهلي بطل فاكيد مهما كان في مفاجآت او اي توقعات او اي سيناريو فده يعني الاهلي بيكون مستعد له بشكل كويس فعلا فرحتنا النهارده فرقتنا وزي ما احنا عارفين هو لا غيره يفرحني بالذات في عشرين فعلا ولا غيره ف... ولا غيره صحيح. فرحني صحيح. فعلا انا بتكلم على التاسعه ف فالحمد لله دايما كده نفضل نحتفل بانتصارات فريق الاهلي هنا معاكم في البيت الكبير بس خلونا قبل ما نكمل اخبارنا نروح نشوف تقرير مع ثلاثي الجهاز الفني عندنا جونسون طبعا كيفن جونسون المدرب العام للفريق الاهلي اللي طبعا بيقود الفريق بعد ما موسيماني اتصاب بكورونا فيروس بنقول له برضو الف سلامه عليك مره تانيه وثالثه